أعزائي المشاهدين والمستمعين، طابت أوقاتكم. أتحدث اليوم لكم عن موضوع الشقيقة المزمنة، الصداع النصفي المزمن. فما هو تعريف الصداع النصفي المزمن؟ الصداع النصفي المزمن هو الصداع الذي يتكرر 15 يوماً أو أكثر خلال الشهر، على أن تكون 8 أيام من هذه 15 يوماً أو أكثر ذات مواصفات مع مرض الشقيقة التي ذكرناها في الحلقة السابقة، صداع نصفي نابض وغثيان مع شعور بالقي ومع انزعاج من الضوء، على أن تتكرر هذه الحالات لمدة 3 أشهر في أقل تقدير حتى يكتسب التعريف القيمة القطعية العلمية. فثلاثة أشهر من صداع يتكرر 15 يوماً أو أكثر مع 8 أيام ذات مواصفات مثالية لحالات الشقيقة. أتكم العافية.